في كل عام تلتهم النيران مجهولة المصدر مئات المنازل بولاية شرق دارفور، تحديدا هنا في معسكر النيم للنازحين الذي يقع شمالي مدينة الضعين. هذا العام أدت الحرائق إلى حرق ما يصل إلى 80 منزلا في معسكر النيم للنازحين. هنا في هذا المكان 24 منزلا حرقت بالكامل، ومعها المستلزمات المنزلية والبذور المخصصة للزراعة بالنسبة للقاطنين في هذا المكان. الخسائر كبيرة جدا، يمكن أمامكم سيارة ومبنى محترق، مكتبة منتهي. المكان دي كان أسر كبيرة جدا، واللي تقدر الخسائر بمليارات الجنيهات. لم يتبقى من هذا المنزل سوى هذا الباب، فقد غضت الحرائق على جميع المواد المحلية التي شيدت منها هذه المنازل. الذين تعرضوا لهذا الحريق يشكون غياب الدفاع المدني منذ سنوات في هذه المنطقة. والله قلادة المضافدة نحن مضايقين فيه بالذات سكان الضعين كالعادة منذ سنة كاملة، يعني إنه إذا قام حريق يكون ما في مطافي، يعني إحنا ما عارفين الأسباب إنه المطافي يكون ميجي شنو بتاع. المهم الحاجات دي اللي بتحصل عادي، وحرائق كثيرة ما في مطافي بتجي للناس وكده. ونحتاج لمساعدات إنسانية، ونحتاج من الدفاع المدني يوفر لنا المطافي. يعني إحنا منذ 4 سنة كان جمعنا قروش من المواطنين عشان يوفر لنا المطافي، وما زال موفر لنا المطافي. وكمة الحريق والخسائر الآن موجودة دي، المواطن ذات سنة ظروفه صعبة ما بقدر بخطيهم. تقدر خسائر الحرائق بأكثر من 200 مليون جنيه سوداني في هذه المنطقة. هذه المعاناة تضاف إلى معاناة الحرب اليومية وغياب الغوث الإنساني والتردي الاقتصادي الذي يضرب دارفور. صالح أبو علامة، لقناتي العربية والحدث، من إقليم دارفور غربي السودان.